في واحد أيها الإخوة، هذا من رجال أهل السنة للأسف، من رجالنا ومخرج لهم في دواويننا، اسمه عثمان بن حريز. عثمان بن إيه؟ حريز. هذا الرجل لمبالغته في النصب وكره الإمام علي عليه السلام، عليه هذا الرجل من الله ما يستحق، عليك من الله ما تستحق يا زنديق، صار ينسب إليه فيقال فلان كان حريزي المذهب. خيره؟ فلان كان حريزي المذهب، يقولون حروري يعني من الخوارج، وحريزي المذهب يعني مثل عثمان بن حريز. عثمان بن حريز كان بعد صلاة الفجر أيها الإخوة يلعن عليا 70 مرة، وبعد صلاة العصر يلعن عليا 70 مرة. أحد العلماء ولا إما أيها الإخوة استمع إليه وهو يقول، قال أنا عادلته من مصر تقريبا إلى العراق وكذا أو إلى الشام عفوا، فاستمعت إليه ينال من علي ويتكلم في علي، وقال لي الحديث الذي يروى وهو حديث صحيح أيها الإخوة من قول النبي لعلي عليه السلام أنت مني بمنزلة هارون من موسى، قال ليس هكذا، الحديث غلط. قال ما هو، ما وجهه؟ قال له أنت مني بمنزلة قارون من موسى. شوف الكذاب، هذا كذاب. تنشوف مين الكذاب يا زنديق. نأتي بكتاب سيرة أعلام النبلاء، ماشي، نرى شهادة العلماء يا زنديق يا عدنان. وقال أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، حريص ثقة 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 لم يكن يرى القدر. انظروا إلى علي بن عياش، سمعت حريص بن عثمان يقول والله ما سببت عليا قط. قال أبو بكر بن أبي داود، سمعت معاوية بن عبد الرحمن رحابي يقول، سمعت حريز بن عثمان يقول لا تعاد أحدا، لا تعاد أحدا حتى تعلم ما بين، نشوف إذا الكاميرا واضحة، ما بينه وبين الله. فكيف هنا، انظروا، توفي وله شوف كم حديث، وهذا الزنديق عدنان يطعن في حريز بكل ثقة، يعني يدلس على الأغبياء. أنا لا أعلم المغفلين الذين يستمعوا لعدنان، كم مغفل يتبع عدنان وأغلبهم روافض، ويستعطف الجهال والمغفلين باتباعه. وانظروا هذا هو كتاب سيرة أعلام النبلاء، هذا ما قالوه أهل العلم، ويكفي شهادة الإمام أحمد بن حنبل. طبعا كل الكلام يتكلم عنه انه رجل لم يطعن في سيدنا علي، وهنا يقول لا يصح عني ما يقال في رأيه، ولا أعلم بالشام أحد أثبت منه، ولا أعلم أي زنديق يطعن في أعلام النبلاء من أهل السنة.